أهلا بكم. أغلب الدراسات المتخصصة والعلماء حذروا وما زالوا يحذرون من التغيرات المناخية والمناخ المتطرف الذي نعيشه حاليا، وضرب دولا عديدة خلال أشهر قليلة مثل المغرب وليبيا وقبلها سوريا وتركيا. بحسب الدراسات من الصعب السيطرة على هذه التغيرات لأسباب كثيرة، لكن التهيؤ لها يقلل من الخسائر البشرية والمادية، ويكون التهيؤ عن طريق تطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث ووضع خطط لما بعد الكوارث. لكن هل هذا ممكناً في الدول الفقيرة والتي تعيش فوضى سياسية وصراعات مسلحة واستشرى فيها الفساد؟ هذا هو موضوع حلقة الليلة. من الاستوديو الآن ينضم إلينا الأستاذ حمدي حشاد، الخبير في قضايا البيئة والمناخ والطاقة المتجددة من تونس، والدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية والتغير المناخ ومدير قسم الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا من باريس. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور بدوي وأسأل، لماذا هذه التغيرات المناخية بسرعة كبيرة نشهدها يعني خلال سنوات قليلة؟ كان هناك من يتوقعها أنه بعد عقود من الزمن، فلماذا؟ هل هي فعلا جاءت بوقت ليس وقتها؟ هل ساهم البشر بالاستعجال بما نعيشه الآن من هذه التغيرات أم ماذا؟ إن تغير المناخ تتوقع به الهيئة الحكومية للخبراء المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة ليس الآن فقط، ولكن منذ 30 سنة. لذلك إن ما يحدث الآن هو ترجمة لتوقعات الخبراء، خبراء المناخ منذ 30 سنة. في بعض الأحيان تتسارع تغيرات المناخ، يعني تبعاتها تتسارع في بعض الأحيان أكثر من التوقعات، ولكن العوامل والظواهر المناخية المتطرفة التي نشهدها منذ عدة سنوات، والتي ربما هذه السنة وخاصة منذ الربيع الماضي وهذا الصيف تسارعت أكثر، ربما أتت لكي بتبعاتها وبتأثيرها أن تؤثر أكثر على مجتمعاتنا وعلى المدن وعلى القرى والمناطق التي ضربتها. وكان هنا الآن أيضا هذه السنة بنوع خاص، هذه السنة كانت هناك ظاهرة إضافية، ظاهرة طبيعية إضافية بدأت في أول شهر يوليو تسمى بظاهرة النينيو، التي هنا كناية عن تيار في المحيط الهادي. هذا التيار الطبيعي أتى ليضيف طبقة على تأثير تغير المناخ. طيب أستاذ حمدي، هو هنا السؤال أنه لماذا تسارعت؟ يعني الدكتور بدوي قال بأنه هذه توقعات منذ 30 سنة وأكثر من قبل الخبراء، لكن تسارعت، فهنا السؤال لماذا هذا التسارع؟ هل بفعل البشر أم لتغيرات مناخية مثلا أم لأسباب أخرى؟ لا سيدتي، لا مشكلة، ما نلاحظه الآن نحن نتصاعد تقريبا عدد الكوارث الطبيعية التي تقع على مستوى الأرض، وما زال يلاحظ أو يسجل القوة التدميرية لتلك الكوارث. تقريبا هناك إعادة تمركز لبعض الروائح المناخية لبعض المناطق التي كانت فارغة سابقا بمناخ معتدل من نوعا ما، مثل ما شاهد يشهده الآن بعض الأرض المتوسط، وهو الذي كان يعرف في فترة طويلة بأنه مناخ نوعا ما مستقر. الأسباب التي تتم متعددة، تقريبا نحن لم نأخذ ولو هدنة مع هناك جو الكوكب الأرض، نزلنا في إفراز مليارات ومليارات الأطنان كل سنة من غازات الاحتباس الحراري في هناك جو الكوكب الأرض، والتي بدورة تساهم في دفع ظاهرة الاحتباس الحراري لمستوياتها القصوى، وبالتالي عند تغير الجانب الحراري على مستوى الكوكب جرم الظواهر المناخية ستأخذ منحنيات يعني تقريبا عكسية وستكون في مستويات أجل، يعني ستكون هناك تسارع هذه الظاهرة. هذا تقريبا تشخيص من نوعا ما اول وعار مصطفي للظاهره، لانه ظاهره تقريبا لو اخذنا كل ظاهره على حده ستتحقق التفكير يعني كثير من الوقت. لكن ما يحدث الان تقريبا دائما ناخذ حاله ما حدث على الاقل في
الدرنة مثل الدرنة الجنوبية أو منطقة البحر الأبيض المتوسط. تقريبا نحن كنا بصدد معاصرة الدواء تعتبر نادرة معنا كل 10 أو 15 سنة. طيب سأعود لك أستاذ حمدي لأنه هناك مشكلة في الصوت معك، وأسألك دكتور بدوي نفس السؤال، أنه لماذا تسارعت هذه التغيرات المناخية، هذه العواصف التي نشهدها، الزلازل حتى، هل هذا هذه العجلة بها هي أساسا كانت متوقعة من قبل العلماء أم لا، يعني صدموا بها؟ ربما كلمة تسارعت ربما مبالغ بها. طبعا أتت العوامل المناخية في الست أشهر الماضية من حرائق، من جفاف، من موجات حر، من فيضانات في الصين والهند، أتت لتفاجئ بالفعل. ولكن كما أشرت لا نستطيع اليوم أن نقول بالتأكيد أن هناك يعني تسارعا ملموسا في الظواهر المناخية، ولكن ما نستطيع أن نقوله أن هناك بالتأكيد تسارع في حدوث الكوارث، لأن أيضا مجتمعاتنا ومدننا وقرانا والمؤسسات عندها قابلية أكثر للتعرض من ذي قبل. يعني إن المباني في الوديان، وإن عدم صيانة الأنهر والسدود، وعدم ترشيد الأهالي، وعدم يعني هنا العامل البشري يظهر لنا بمدى تأثير هذه الكوارث الطبيعية على المدن وعلى البشر. إذا حسبناها كنسبة دكتور بدوي، كم ساهم العامل البشري بزيادة تبعات هذه الكوارث؟ تبعات أكيد بشكل سلبي. من 100 يعني كم تقدر النسبة؟ اسمحي لي أن أقول أن سبب تغير المناخ هو من صنع الإنسان. يعني الانبعاثات للغازات الدفيئة في الفضاء بسبب الصناعات، بسبب وسائل النقل، بسبب عمران البنى التحتية وكذا وكذا، هذه هي الأسباب الرئيسية في تغير المناخ وفي الاحتباس الحراري. إذن هذه هي الأسباب وراء حدوث ظواهر مناخية متطرفة كالتي نشهدها. ولكن هناك أيضا عندما يعني تأتي عاصفة، عندما يأتي طوفان أو هطول أمطار غزيرة، هذه الظواهر تلتقي بالمدن، بالبنايات التي وبالمجتمعات السكنية، تلتقي بها لأنها تندمج معها وهي غير مهيئة. هذا ما يسبب الكوارث. هذا ما يسبب الكوارث. ليست العاصفة هي التي تسبب الكوارث. ما يسبب الكوارث هو جهوزيتنا الناقصة وعدم الجهوزية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ليس هنا من علاقة أبدا وأي ربط أو ارتباط بين العوامل المناخية وتغير المناخ وحدوث الزلازل. هذان ظاهرتان طبيعيتان مختلفتان. إن الزلازل تنتج ليس عن تغير المناخ، ليس لها علاقة بتغير المناخ. الزلازل التي حصلت في المغرب أو في تركيا وسوريا في فبراير هي نابعة عن عوامل جيولوجية تحت الأرض في باطن الأرض، وليس لها علاقة بتغير المناخ. هذه طيب. هي الحالة. الزلازل لا علاقة لها بتغير المناخ، لكن العواصف لها علاقة، والأعاصير لها علاقة بتغير المناخ، درجات الحرارة العالية هذه لها علاقة بالمناخ، هذا ما أفهمه. هذا صحيح يا سيدتي. طيب. إن شدة العواصف المتزايدة وسرعة الرياح وكمية المياه التي تمطر هي أكثر من ذي قبل، وهي ناتجة عن تغير المناخ. نعم. طيب أستاذ حمدي، الآن تسمعني بشكل واضح؟ نعم أسمع بشكل واضح. طيب أود أن أسألك عن موضوع العامل البشري. الدكتور بدوي قال بأنه يعني لو أخذنا الحيطة والحذر وتجهزت هذه الدول خاصة التي أصابتها الأعاصير والزلازل لا حاولوا احتواء، ويعني خرجوا بأقل الخسائر إن صح التعبير. لكن بالمقابل إذا تحدثنا عن الدول المتطورة، الدول الأوروبية،
متجهزة وهي أساسا تعيش هذه الأعاصير والكوارث الطبيعية منذ سنوات طويلة، لكن بنفس الوقت هي تتأثر، نرى أن مدن بأكملها تغرق، العالم بها والحياة تتوقف لساعات وربما أيام، المطارات. إذن حتى وإن لم يتجهزوا أو لم يتجهزوا، النتيجة واحدة، تتفق أم لا؟ نعم، اتفق في جانب مع ما قيل، يعني تقريبا كمية 400 مليمتر أو 500 مليمتر تقريبا في ساعات قليلة تعتبر رقم قياسي ويتجاوز قدرة أي بنية تحتية على احتواء ذلك الرقم تقريبا. هناك التجربة الصينية تقريبا السابقة واللي في إنشاء المدن الإسفنجية في امتصاص كميات كبيرة من مياه الأمطار ومياه الفيضانات، لكن تقريبا حتى تقريبا دخلت قيد الاختبار خلال هذه السنة، ومع ذلك مدينة كوانزو مثلا الصينية تقريبا حتى تعتبر مدينة إسفنجية وفي مقدورة امتصاص كميات كبيرة من مياه الفيضانات، مع ذلك تقريبا في أول اختبار فشل كل هذا المنظومة تقريبا التي وقع العمل عليها منذ عشرات السنوات. يعني حتى في ألمانيا نشاهد في بعض الأحيان فيضانات ويسقط العديد من الضحايا، ليس في حجم مناطق أخرى نعم تقريبا، لأن البنية التحتية مؤهلة للتعامل مع كميات كبيرة من الأمطار، أو حتى البنية التحتية مشاهدة وتأخذ في عين الاعتبار بعض الكوارث الطبيعية، لكن هناك بعض الأرقام القياسية، هناك تعتبر كوارث مناخية متطرفة نوعا ما، في بعض الأحيان تتجاوز حتى قدرة البنية التحتية على التعامل مع ذلك الموضوع. يعني دولة مثل ألمانيا تعتمد أعلى معايير الإنشاء في البنية التحتية والتي تعتبر معايير مستدامة، وتأخذ حتى بعين الاعتبار الظواهر القصوى، وممكن أن تذهب في بعض الأحيان أن تكون مقاومة لدرجة زلزال بثمانية على سلم ريختر، مع ذلك تقريبا تعجز في بعض الأحيان على التعامل رغم أنها لم تشهد كوارث بهذا الحجم. نفس الشيء بالنسبة للفيضانات، هي تقريبا هناك تقريبا أرقام قياسية. ما يحدث الآن هو اختلال، يعني هو خارج المنطق، لو تحدثنا على كونها كوارث طبيعية متطرفة يعني هي خارج المنطق، هي تقريبا في معايير قصوى يعني للتصرف معها. بالتالي حتى لو كانت درجة الجهوزية في أعلى مستوياتها، من شأن أن تقلل من حجم الأضرار ومن حجم الضحايا، لكن أن تنفي التأثر الكلي أمام الظاهرة فهو تقريبا أمر صعب، والجميع يشتغل على هذا الموضوع، لكن لا توجد مدن صامدة 100% أمام هذه الكوارث الطبيعية. ممكن أن تكون الجهوزية تختلف من منطقة ومن دولة ومن نظام إلى آخر، لكن أن تقف صامدة أمام كوارث طبيعية بحجم كبير فهو أمر في تصوري صعب جدا، غير ممكن. طيب سنكمل الحديث معكم ضيوفنا ومع المشاهدين الكرام حول هذا الموضوع أيضا، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد ضمن فقرة الرأي رأيكم. سألنا المتابعين حول موضوع حلقة الليلة، هل ترى أن الكوارث الطبيعية التي تحدث مؤخرا سببها أزمة المناخ، نعم أم لا؟ بنسبة 67% قالوا نعم سببها أزمة المناخ، وبنسبة 33% قالوا لا. دكتور بدوي، مع أي رأي تذهب من وجهة نظر خبير؟ إن التبعات تغير المناخ كما أشرت تؤكد جواب يعني مشاهديكم، يعني إن الكوارث التي حصلت في العام 2023 أكثرها كان بسبب التغيرات المناخية. ولكن نفصل، يعني إن الكوارث الزلزالية التي حصلت في تركيا وسوريا والمغرب ليس لها علاقة بالتغير المناخي، هذا من جهة. من جهة ثانية، عندما نقول الكوارث لها يعني لها هي بسبب تغير المناخ، أود أن أشدد من جديد أن تغير المناخ ينتج عنه عواصف أشد، وينتج عنه فيضانات أكثر وهطول أمطار أكثر وموجات حر أكثر، ولكن الكوارث التي تحدث ليست هي فقط بسبب تغير المناخ أو بسبب حدوث الزلزال، هي بسبب عدم جهوزيتنا. لا نستطيع طبعا أن نجعل قرية أو مدينة أو بلدة 100% مقاومة لحدوث طوفان
أو أن يضربها أو لحدوث زلزال، ولكن نستطيع ببعض التدابير أن نخفف، أن نقلل من التبعات ومن الضحايا. يعني على سبيل المثال ما حصل في ليبيا، لو كان هناك نظم إنذار مبكر، لو كان هناك صيانة للسدود، لو كان هناك تنظيف للوديان، لو كان هناك اكتراث من أن البنايات والمنازل التي تعمر لا يجب أن تكون على ضفاف الأنهر وفي الوادي، ولكن أن تكون تأخذ الحيطة. إذا ما أخذنا مثلا منزل في المغرب، لو كان هذا المنزل مجهز وأن كان مبني بتصاميم سليمة يخفف من الأضرار. من الأضرار. طيب أستاذ حمدي، عندما تحدث الزلازل يقولون الأرض تتنفس، وهذا شيء صحي للأرض. هل مثلا الأعاصير، العواصف أيضا هي شيء صحي للأرض أم العكس وللبيئة يعني بشكل عام؟ فعلا يبدو غريب السؤال وتبدو أغرب الإجابة. نعم تقريبا هي هناك توازن، كل ما يحصل على كوكب الأرض هو في إطار دورات من التوازن المستمر. يعني تقريبا هناك دراسة نشرت منذ أسبوع، يعني تعتبر حديثة نوعا ما، وتشير إلى أن الأعاصير من شأنها أن تساهم على الأقل في محاولة تعديل درجات الحرارة على مستوى الكوكب ككل. يعني تقريبا كل ما يحصل رغم هو فيه مفعول تدميري للبشر، إلى أن تقريبا هناك العديد من الجوانب الإيجابية لكوكب الأرض لكنها ليست للبشر على الأقل. يعني كل ما يحدث تقريبا هو ظواهر طبيعية، يعني هو استمرار لدورات مختلفة من الظواهر الطبيعية، وبالتالي ليس في مفهومنا نقف أمامها حاجزا أمام عدم حدوثها. ممكن الفعل البشري من شأنه أن يساهم في بعضها أو يكون عنده إسهامات في رفع من شدة حدوث بعض الظواهر المناخية على الأقل، لكن جيولوجيا لا توجد دراسات مثبتة كون التأثيرات البشرية عندها أثر فعلي على الأنشطة الزلزالية. يعني حتى هناك بعض الدراسات أشارت مثلا أنه الإنشاء السدود الكبيرة بكميات من المياه التي تقدر بمليارات الأمتار المكعبة من المياه هو سبب من أسباب الزلازل، لأنه يضغط على الأرض. يعني خرجت هكذا نعم دراسات، لكن ما ودي أنا أسألك إنه لماذا سؤالي غريب بصراحة؟ يعني لا، يعني أنا أتوقع شيئا بشدة تدميرية وفي حصيلته الألوف من الضحايا مثل ما حصل في درنا، وممكن حتى سيحصل خلال أيام قليلة. هناك الآن في تونس حالة توجس شعبي كبيرة، يعني هناك على وسائل الإعلام تقريبا نحن نتناول حدوث إعصار خلال الأسبوع طيب القادم. يعني الجميع بات يفتي في الموضوع وينشر النماذج المناخية وإمكانية حدوث يعني أمطار طوفانية في الجنوب التونسي، لكن تقريبا هذا بات يدخل حتى خرج على الإطار العلمي، خرج على إطار التوقعات والرصد والإنذار المبكر، ليتحول إلى تقريب هوس شعبي تحت طائلة الخوف من حصول نفس سيناريو درنا في تونس. لكن على الأقل نحن نحاول توجيه الأمر إلى مساره. نعم هناك إمكانية حدوث كوارث طبيعية، هناك إمكانية حدوث عواصف، لأنه تقريبا هذا موسم حدوث العواصف في البحر الأبيض المتوسط التي يمتد من آخر شهر 8 إلى أوائل شهر 10، لكن الأمر لا يجب التحول إلى هستيريا شعبية. أيضا موضوع أنه أذهب بهذا السؤال إلى الدكتور بدوي، يعني كثرة هذه الحوادث والكوارث، ودعنا نتحدث عن كيف يتعاطى الشخص متوسط الفهم، ربما هو وصل إلى المرحلة الجامعية ربما لم يصل، الذين يعيشون في القرى بعيدين ربما عن ما يجري في العالم، يتعاطون بطريقة يعني متخوفون متوجسون جدا دكتور بدوي مع تكرار الزلازل، وخاصة في منطقتنا تركيا سوريا المغرب ليبيا، في دول لم نتوقع أنه تحدث بها هكذا حوادث وكوارث. كيف من الممكن أن نوضح لهم أنه لا، اتركوا الأمر للمختصين والكوارث هذه تحدث وربما يعني نخرج بأقل الخسائر منها؟ من الطبيعي يا سيدتي أن يكون الفرد يعني قلق في هذه الأيام وفي هذه الأسابيع بسبب ما يشاهد على وسائل الإعلام، أن يكون هناك ردة فعل وقلق، هذا شيء طبيعي.
وربما ليست لم تكن الحال كذلك في العام 1950، يعني بمنتصف القرن الماضي لم تكن هناك وسائل إعلام يعني تعطي هذا الأوج للكوارث، ولم تكن الكوارث العوامل الطبيعية لم تكن من جهة بهذه الشدة من جهة، ومن جهة ثانية لم تكن المدن تطوراً وكل شيء مرتبط بعضه ببعض. يعني عندما الآن يحدث تسونامي في المحيط الهندي تتأثر وسائل الإنترنت في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية، أصبح عالمنا مرتبط ومتشابك بعضه في بعض. عندما يحدث زلزال في تايوان أو في الصين قد تشعر به مناطق أمريكا الجنوبية، لأن لم يعد هناك من آلات، يعني لم يعد هناك من تجهيزات تصل. يعني شاهدنا أيضا في جائحة الكوفيد كيف أن نقص المعدات في بعض المدن في الصين سبب بنقص في الخدمات في أوروبا وفي غيرها. إذن عالمنا متشابك، ومن الطبيعي أن يكون هناك قلق عندما يحدث زلزال في القارة الجنوبية أن يخافوا منه من تأثيراته في القارة الشمالية. إذن هذا شيء طبيعي، ولكن ما هو مؤكد هو أولاً ليس هناك من ربط بين التغير المناخ والزلازل والفيضانات البركانية، هذا من جهة. من جهة ثانية إن أسباب الكوارث هي أيضا نعرفها، إن العلم والتكنولوجيا في 50 سنة الماضية عمل إنجازا كبيرا. على سبيل المثال في عام 1970 عندما حصل إعصار هائل ضرب بلاد البنغلاديش، ضرب البنغلاديش وخلف مئات الآلاف من الضحايا، بسبب هذه الأعاصير التي ضربت بنغلاديش تم إنشاء أنظمة إنذار مبكر في بنغلاديش. وهذه أنظمة الإنذار أصبحت الآن في متناول الجميع، على كل الدول أن يكون عندها نظام إنذار مبكر. وهذا أيضا سؤال، موضوع أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث. دكتور أستاذ حمدي، هل هي أساسا مثلا باهظة الثمن أم هي تكنولوجيا معقدة أم لا؟ هي كما قال الدكتور بدوي في متناول الجميع ويجب أن تكون موجودة. مثلا في تونس هل هي موجودة؟ للأسف لا، ليست موجودة. لكن تقريبا هناك أطر أممية وأطر تقريبا إقليمية التي تهدف للاستثمار في تلك النظم لتكون على مستوى أكثر من دولة. يعني تقريبا هذا ما ينقص العديد من الدول العربية باستثناء البعض التي تملك منظومة متطورة نوعا ما تعتمد على آليات الرصد الأقمار الصناعية أو كذلك مجسات ممكن تكون موجودة. مثلا سلطنة عمان استثمرت على الأقل في مجسات قبالة سواحلة لرصد بالتنسيق مع دول أخرى لرصد حالة حدوث تسونامي. على الأقل توجد منظومة للرصد المبكر وإعلام السكان الذين يكونوا قريبين من السواحل لإخلاء تلك المناطق والتوجه نحو مناطق تكون أكثر أمنا. يعني هي باتت ضرورة، لأن تقريبا ما يحصل الآن بنسق متسارع ومتسارع جدا، باتت ضرورة أن تكون هناك استثمارات في مجال البحث العلمي لتطوير تلك المنظومات. والأمر لا يقتصر على مجرد وجود تلك المنظومة، بات الآن الأمر إدراج الذكاء الصناعي ضمن تلك المنظومات للتوقع وإيجاد أكثر من سيناريو وتقريب وترشيح أكثر سيناريوهات واقعية من حيث الجانب التحليلي واعتمادها من قبل السلطات. لو كانت بعض الدول تعتمد هذه المنظومات المتطورة لكانت الخسائر على الأقل تعتبر في مستوى نوعا ما ممكن تحمله أو ممكن التعامل معه. لكن للأسف كذلك توجد بعض الدول الأخرى التي استثمرت في تلك النظم لكن مع ذلك لم توجد النتائج المرجوة. مثلا أستراليا بالنسبة لها لحرائق الغابات أو تقريبا في الموسم منذ أشهر قليلة كانت تحت طائلة فيضانات شملت مناطق كبيرة من الجنوب الأسترالي، ومع ذلك أستراليا تعتبر من الدول المتطورة جدا والتي تعتمد نظم رقابة متطورة. لكن مع ذلك حتى مع وجود تلك المنظومة تقريبا لم تعطي النتائج المرجوة منها لهذا الأسف. يعني مجرد العمل وتطوير تلك المنظومات
لا يجب الاعتماد انه مجرد امتلاك تلك المنظومه نعتبر نحن في حسن المنيع امام حدوث كوارث طبيعيه او على الاقل امكانيه استباقه. لا، يجب كما اشار الدكتور بدوي ان تكون هناك ثقافه كامله، ثقافه الشعبيه، ثقافه وسط المدارس، وسط الجامعات، وسط الاعلام العام، ويقع تقريب تشاركها مع الجميع لمحاوله مساعده السكان، لانه هناك مبدا كل دولار مستثمر في عملية التوعية والتثقيف حول الكوارث الطبيعية من شأنه أن يجنبنا لاحقا 12 دولار خسائر، يعني وهذا تقريب قليلة من الدول العربية تعتمد نظام التثقيف حول الكوارث الطبيعية، كيف ممكن أن نتصرف في حالة حدوث فيضانات، أين كيف الأماكن تجنب الأماكن التي ممكن أن تكون خطرة في حالة حدوث زلزال، كذلك كيف من شأننا نتصرف أن نحمي ممتلكاتنا ونحمي أنفسنا، أن نكون على الأقل في اطلاع. يعني هناك العديد من الدول التي اشتغلت على هذا الموضوع، لكن نحن للأسف دعنا نقول كذلك لأننا نتعرض لكوارث طبيعية كبيرة الحجم التي أجبرتنا للتحرك نحو هذا الاتجاه، لكن الآن مع ما يحصل تقريبا الأمر ضرورة قصوى. يعني هذا ناقوس خطر من المفترض، ليس هذا صحيح دكتور بدوي؟ كثرة هذه الكوارث ألا تستدعي من كل هذه الدول التي تأثرت أو حتى الدول المجاورة لها، مثلا ليبيا الدول المجاورة لها، المغرب، سوريا، تركيا، من يجاورها، أن يقفون لا نقول على الأسباب لكن يضعون بحساباتهم كل الاحتياطات اللازمة، أم هذا غير ممكن في دول الفساد منتشر فيها، فوضى سياسية، انقسامات، هذا الأمر صعب المنال أصلا؟ بالطبع يا سيدتي، يعني أن يكون البلد أكثر استعدادا ليس فقط للكوارث الطبيعية ولكن أيضا لغير مخاطر، يجب أن يكون هذا البلد عنده مؤسسات، عنده استقرار. يعني عندما تكون سياسة الوقاية من الكوارث تعتمد على المؤسسات، إذا كانت المؤسسات هشة وإذا كان هناك خلل في المؤسسات لن يكون هناك نظم وطني لمواجهة ليس فقط الكوارث الطبيعية ولكن أي أخطار حتى الأخطار الصحية. لذلك نشهد في الدول الغنية أن هناك نوع من الاستقرار، نوع من الاستقرار، وطبعا عندها إمكانات، لذلك هي مؤهلة ربما أكثر من الدول مع هذه الكوارث. طيب، اتضحت الصورة. دكتور بدوي رهبان، الخبير في الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ومدير مركز وقسم المناخ للدراسات الطبيعية في اليونسكو سابقا، شكرا لك، كنت ضيفنا من باريس. والأستاذ حمدي حشاد، الخبير في قضايا البيئة والمناخ والطاقة المتجددة، كنت ضيفنا من تونس، شكرا لك. ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، في أمان الله.